بس قبل الموضوع الشيق عملتي شويه اكسرسايزز على الموضوع بتاع الباكج والباكج بودي، مش كده خالص الجزء ده، لكن بيديك امثله اكثر تعقيدا، ناحيه اكثر تعقيدا ان هي لينسي طويله. فانا بس كده هفرها كده معاك بحيث ان انت وانت تفتح الكتاب تبقى انت فاهم الراجل ده بيتكلم فيه. هيعمل باكج، الباكج دي بتاعت الايه؟ بتاعت ادارات. حلو ماشي، ركز بقى معايا، هو معرف هنا ايه؟ يعني لو حاجه ملهاش لازمه حاول تحطها في نفس السطر. بص بقى، معرف هو ايه؟ خمسه ايه؟ سلوت بروسيجرز، مفيش فانكشنز، مفيش فيريبلز، مفيش اي حاجه. بس لو تلاحظ فينا حاجه عجيبه. ايه؟ اه دي بنسميها ايه في البرمجه؟ اوفرلودنج. ناس المبرمجين يعرفوا الكلام ده. في حاجة في البرمجة اسمها اوفر لودينج. طب في حاجة تانية في البرمجة برضه اسمها اوفر ايه؟ رايدنج. ايه الفرق بين اوفر لودينج واوفر رايدنج بالمرة؟ يعني امتى اقول ده اوفر لود؟ قول لا لا ده اوفر رايد. ايه امتى؟ نفس التالة، نفس المسمى ونفس البارامتر اللي جوا، سوبر لودنج. يعني هنا نفس الاسم التالة، هنا بارامتر واحد، هنا اثنين، ده ايه؟ هذا هو اوفر لودنج. ليه؟ لأن البارامتر الثاني برضه بيتغير. الثاني ايه؟ بيتغير. يعني في خلاف، ماشي، يبقى ده. بس يا جماعة، زي ما سمعنا كده بيقول الاوفرلودنج ان انت عندك تو فانكشنز ليهم نفس الاسم والاختلاف في حاجه من اثنين، لا اما في عدد البارامترز لا اما في السكيما او الداتا تايبس بتاعت البارامترز. يعني ممكن يكون عندك اثنين دي ست بياخدوا بارامتر واحد بس، واحد نمبر والثاني مثلا بار تشارت شغال اوفرلودنج وشغال زي الفل. يضرب امتى؟ لو نفس الاسم وبياخد بارامتر واحد، حتى لو واحد اسمه اكس وواحد اسمه واي. السلام قبل بقى حد ما يدخل عشان انا المفروض ايوه السلام ورحمه الله. واحد واحد بقى كده اسم حضرتك احمد احمد محمد عبد الله موجود هو احمد عطيه حضرتك احمد عطيه كده كده مش فارقة معاك خالص صح؟ برضه أحمد بقى حضرتك هنا صح؟ أحمد هنا وبرضه مش فارقة معاك ماشي. في مين حد تاني؟ طارق أستاذ طارق أستاذ طارق شو أنا كنت شايل لك دي؟ عشان أنا كده فلإما عدد البارامترز يتغير لإما الداتا تايب بتاعت البارامترز تتغير، ده الاوفر لودنج. الاوفر رايدنج ايه هو؟ مش احنا اتكلمنا ان في حاجه اسمها كلاس وحاجه اسمها اوبجكت صح؟ ادينا مثال على الكلاس الايه؟ اشهر مثال الهيومن الانسان صح؟ والاوبجكت لو علي محمد ابراهيم انا ممكن يكون عندي كلاس يورث من كلاس اقول مثلا المواصف اكيد 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 المواصف ده في الاخر هيورث من مين؟ من اي كلاس؟ من الانسان ما هو املوي هو موظف املوي صحيح هو ككلاس اكيد لازم يكون عنده خصائص مين؟ اكيد هو بالسوبر مان اكيد هو هيومن لا راجل مريخي ولا هو بنتكلم على بشري بس هو وظيفته هو موظف بيشتغل موظف واحد بيشتغل عامل واحد بيشتغل كبير واحد بيشتغل موظف ففي الاخر الموظف ايه؟ انسان صح؟ ممكن اعمل كلاس تاني للاجيال ويبقى برضه في الاخر ايه؟ هيومن واعمل كلاس تالت للكادر بتاع الجامعه وفي الاخر يبقى ايه برضه؟ طب يعني ايه؟ يعني ايه في الاخر هيومن؟ يعني وليه عامل كلاس بيورث من كلاس؟ لان مثلا الموظف
في حاجه اسمها سالري. الاجير ملوش سالري، ممكن انت تحاسبه مثلا بالايه؟ باليوميه احيانا، بالساعه احيانا. فده ليه خاصيه وده ليه خاصيه، صح؟ ده ليه اتريبيوت، ده ليه اتريبيوت تاني. لكن في جميع الاحوال الاثنين ليهم اسم، الاثنين ليهم عم، الاثنين ليهم ايدين، الاثنين ليهم رجلين. فانا الحاجات اللي هتختلف عن بعض هحط كل واحد ايه؟ في كلوز. وفي الاخر ده وده دول شريكين في خصائص وخواص معينه. اروح حاططها فين؟ في كلاس من فوق، واقول ان الكلاس ده بيورث من الكلاس ده، وبرضه الكلاس ده بيورث من الكلاس ده. فبحيث لو قلت موظف فانت عارف ان هو واخد كل خصائص الموظف بلس معاه كمان خصائص مين؟ الهيومن. ولو قلت خصائص الاجير فهو معاه كل خصائص الاجير بلس خصائص الايه؟ الهيومن. احيانا ممكن تعمل حركه لطيفه جدا، ممكن تعمل فانكشن فوق في الهيومن وتعملها بنفس الاسم في الاجير ونفس الاسم في الموظف. هي نفس الاسم، بس هنا بتعمل حاجه وهنا بتعمل حاجه ثانيه. بحيث يعني ندي مثال سين، انا لما بكون عايز اتكلم على الموظف واتكلم على مثلا العمر بتاعه، عايزه سي انه يطلعوا لي بالاسابيع لسبب ما، مش عايز يطلعوا لي بالسنين. الطبيعي ان الهيومن يطلع لي بالسنين، لكن لما يكون عايز اقول له براند الموظف لا اطبعها لي مثلا بالاسابيع. فنفس الفانكشن موجوده مرتين هنا وموجوده هنا، بس لما ناديها من تحت يعمل حاجه، لما ناديها من الهيومن يعمل لي حاجه. حته ان يكون في فانكشن ان ده كلاس بيورث من كلاس، واجي على الكلاس اللي بيورث يكون في نفس اسم الفانكشن اللي موجوده في الكلاس الاب، اسمها ان الفانكشن اللي تحت عملت اوفر رايدنج للفانكشن اللي متعرفه فوق. يبقى في جميع الاحوال هنا ايه؟ بس الخلاف هنا ان نفس الفانكشن ونفس الايه؟ البارامترز ونفس العدد ونفس الايه؟ ده طيب هي بس لو ناديتها من فوق تعمل حاجه، لو ناديتها من تحت هتعمل حاجه ثانيه. خلاص؟ يبقى هنا فكره الاوفر رايدنج معتمد على حاجه اسمها ايه يا جماعه؟ انهيرتنس. يعني ايه انهيرتنس؟ وراثه. يبقى اول ما تسمع كلمه اوفر رايدنج تعرف ان احنا بنتكلم عن ايه؟ عن الوراثه. ما ينام الاوفر لودنج ما فيهوش لا وراثه ولا بتاع ولا يحزنون ولا الكلام ده. تو فانكشنز متعرفين في نفس الكلاس في نفس الباكج، لا اما مختلفين في العدد لا اما مختلفين في نوع البرامتر. اوكي؟ احنا قلنا النهارده مفيش حاجه جديده. النهارده بس يعني الامثله بقت اطول. انا بس هتصفحها حاجه بحيث ان انت وانت بتقرا الكتاب يبقى الموضوع سلس. فادي خمسه ايه؟ سودو بروسيديورز، ثلاثه بنفس الاسم ما فيهمش مشكله، رغم ان هنا اثنين وهنا بس هنا واحد وهنا اثنين وهنا ثلاثه، الاختلاف اصلا في العدد. ايفن حتى لو انا عملت واحد تاني زي ده في بارامتر واحد وفارتشار هيشتغل. حلو. فانا عندي ستوديو بروسيدير اقدر اديله نمبر اللي هو رقم الاداره، او اديله رقم الاداره واسمها، او اديله رقم الاداره واسمها وموقعها. حلو؟ وعندي ستوديو بروسيدير اللي بيزود في قاعده البيانات، وعندي الستوديو بروسيدير اللي بيلغي من قاعده البيانات. ماشي. ده ايه؟ باكج. يبقى اكيد بما ان انا عرفت دول هنا يبقى دول ايه؟ بابليك. يبقى لازم ان انا احط تفاصيلهم في الباكج بودي. بلس ان انا ممكن ازود في البودي اي حاجه ايه بقى؟ برايفت لو انا عايز. يعني هل في هناك حاجه اسمها دي سيرش؟ فانكشن اسمها كده، يبقى ده اختراع فين؟ نتعرف على مستوى البودي برايفت. بقيه السوبر بروسيدرز تقدر تنادي على الفانكشن. ده اللي احنا قلناه امبارح. فتعال ده برايفت. تعال نشوف الباقي. ادي اول دي سيرش اللي بتاخد ايه؟ بتاخد بارامتر واحد. ماشي. تعمل ايه بقى؟ قال لك بص في حاجه اسمها دي اندرسكور ريك. ايه ده؟ ده فين ده؟ لو طلعت هنا فوق قال لك بص على مستوى برضو الباكج بودي انا جيت رحت معرف ايه؟ رو سجل. السجل ده ليه نفس السكيما بتاعت الاداره.
خلي كان تعريف الريكورد ما كانش في الباكج في البودي، يعني برضو ده ايه مين يقدر ياكسسه، مين يقدر يتعامل معاه. دول اللي سيتو ريسيدرز دي الفانكشن دي غير كده من بره ما بيحدش شايف السيجنال، اذا بس جه لي داخلي ليه الباكج. عظيم. يبقى انت هنا عرفت سجل، فهنا جيت قلت له ايه بقى؟ قلت له السجل اللي انا معرفه ده خلي بالك كان من نوع ديبارتمنت، لان ليه ديبارتمنت نمبر، ليه نيم، ليه لوكيشن، دي التلاته صح؟ قلت له بما ان انا مديك بس النمبر فخلي لي النمبر اللي في السجل املاهولي باللي انا بعرفه. معنى كده الخانتين التانيين مالهم؟ فاضيين السجل، لان هو في نيم وفي لوكيشن هم فاضيين. اكيد اكيد لو انا باعت النيم مثلا، لو انا باعت النيم تمام وباعت اللوكيشن اكيد هامله الايه؟ الثلاثه. واكيد لو انا باعت النيم ومع الرقم هامله الاثنين بس، وهكذا. يعني يا اما من السجل هتملى فيلد او تو فيلد او ثري فيلدز حسب البارامترز اللي انت باعتها. ده الاختلاف بين الثلاثه. طب عظيم. في جميع الاحوال انا كده عندي سجل ومليته، او ده الاولاني وده الثاني وده الثالث. يبقى كل الثلاثه الاستوديو بروسيدرز دول كل اللي بيعملوا ان انا الريكورد ده اللي انا عرفته ببتدي املاه بس، ملوش اي علاقه بايه؟ بان هو يدخل قاعده البيانات او انه يلغي قاعده البيانات. طب انا عايز ادخل او عايز الغي اعمل ايه؟ قال لك بص عملنا هنا استوديو بروسيدر ثاني اسمه دي ات، هو سماها كده. وظيفته الاساسيه ايه؟ انه يعمل ايه؟ انه يعمل الجمله دي. ينسرت في جدول الديبارتمنتس الفاليوز بتاعت بقى مين؟ السجل اللي متعرف. خلي بالك هو مش محتاج ياخد منك اي بارامترز، ليه؟ لان اوريدي البروسيدور ده شايف مين؟ شايف السجل اللي فوق. مش احنا قلنا الكلام ده؟ خلاص؟ فبقول له انسيرت في جدول الديبارتمنتس الفاليوز اللي جايه من السجل. طب الكلام ده يشتغل امتى؟ يعني طب هو ليه عايز يعمل تشيك؟ لحظة هو في هنا تشيك عامل. ليه هو عامل تشيك؟ قال لك بص خلي بالك دلوقتي انت عايز تعمل انسرتايه للسجل صح؟ مش انا وانا بعمل بملى السجل كنت ممكن اخلي رقم الاداره 10 برضه؟ وهو اوريدي داتا بيس فيها الاداره رقم 10، ساعتها لو جيت اعمل انسرت هينفع ولا مش هينفع؟ مش هينفع. فهو هنا قبل لما يعمل انسرتايه بيعمل تشيك. هل الداتا بيس الرقم بتاع الدي نمبر ده موجود فيها ولا مش موجود؟ والله لو مش موجود روح اعمل ايه؟ انسرت وقال يعني ساعتها انسرت، غير كده ما تقعدش. طب هيعمل الكلام ده ازاي؟ هيعمل سيرش، هيعمل بحث في قاعده البيانات من خلال فانكشن اسمها الدي سيرش. يعني اكيد دي لا هترجع لترو ولا ترجع فوس، اطلع كده ونشوف. ادي الفانكشن البرايفت، ليه برايفت؟ عشان مش متعرفه فين؟ في الباكج، هتعرفها في البودي بس. دي بترجع ايه؟ بوليان لا ترو لا فوس. لا اه لا لا، ده اللي احنا وهو المطلوب يثبته. طب احنا عايزين ايه بقى؟ قال لك بص يعني دي طبعا بس يعني قال لك دي تبع دي، عايز تجيبها كده جيبها. بص بقى دي بيقول لك ايه؟ بيقول لك خلي بالك ان الفانكشن برضه شايفه مين؟ شايفه السجل، بس هي عرفت فيريبل سميته ديبارتمنت. انا هعمل ايه بقى؟ قلت له هات لي الاداره اللي رقمها كذا اللي متعرفه في السجل. يعني سي هو دخل لك الاداره رقم 10 هيتخزن هنا، وقلت له بص هات لي السجل من بتاع الادارات من جدول الادارات للاداره اللي صاحبنا بعتها لك واللي انت دخلتها في السجل، يعني ديبارتمنت نمبر تساوي 10. هيلاقيها ولا مش هيلاقيها في الحاله دي؟ هيلاقيها لانها 10 صح؟ هيحطها في مين؟ هيحطها في الفيريبل اسمه في ديبارتمنت نمبر، فيروح مرجع ترو ان هو ايه؟ السيرش نجح وعرف يلاقي. خلاص؟ بس مش ده اللي احنا عايزينه. ده انا نفسي عشان اعمل انسرتايه ان هو ايه؟ ما يلاقيش، رجع فولت. قلت له بقى اكسبشن. طب ده افترض انا جيت اعمل السلكتايه دي فما لقيتش ايه؟ هيعمل اكسبشن فيدخل في النو داتا فاوند. شوف ناصح ناصح. وساعتها بقى يرجع لي مين؟ رجع لي فولس. يعني ايه فولس؟ يعني انا ايه؟ ما لقيتش السجل. يبقى انا لعبي كله انا عايز ايه؟ فولس. الفانكشن لو رجعت لي فولس روح اعمل انسيرت. طب بناء على اللوجيك تعالى هنا تحت الاب بيعمل ايه؟ بص بقى يقول لك لو بترو قول الاداره ايه؟
موجوده. لو رجعت لك فلوس روح اعمل الايه؟ الاستخدام. فاهم الكلام؟ نفس الموضوع عكسه بقى. دلوقتي انت عايز تشيل، عشان تشيل من قاعده البيانات ايه الشرط؟ ان لازم اوريدي يكون ايه؟ موجود. طيب هي دي بترجع ترو امتى؟ لو لقيت. حلو؟ يعني لو كان موجود بيرجع ترو. لو ما يعني لو تاني لو كان، فانا عايز اقول له لو دي رجعت ترو يعني ايه؟ لقيت. لو لقيت ورحت عكسها يعني لو ايه؟ لو ما لقيتش روح ايه؟ قول له الديبارتمنت دي مش موجوده. طيب ولو لقيتها؟ طب لو انت متلخبط ممكن تعكس تشيل النقط وتعكس دي مكان دي. هتفهم حاجه؟ عشان في ناس النقط هو او بيلعبك مش بيلعبك وعايز يوريك ان ايه؟ يعني زي ما انت عايز، اهم حاجه تكون اللوجيك عندك عالي. يعني انا مثلا انت مع اداه ممكن اخد دي كده كات واعمل هنا بيست واجي هنا اخد دي كده كات بيست. اقول له والله لو لقيتها روح ايه؟ الغي. ما لقيتهاش قول له ان الاداره مالها موجوده ما اقدرش اقول. فهمت؟ ما انا شلت نط. لا لا الاداره مش موجوده. هقول له الاداره مش موجوده فقال لك ازاي الاداره مش موجوده اصلا؟ اوكي؟ مثال مفهوم كده؟ مثال في اي حاجه صعبه؟ هو يبتدى ايه؟ كل شويه بس هو ما فيش اكتر منه بيكبر بس يعني بالشبه. انا بقول لك انا كنت مؤيد قوي ان هو بيكبر في الامثله. اهم حاجه تديني حاجه معلومه جديده. لكن هو اليوم الخامس اعتبره هو ريفيجن يعني شامل يعني على انت كل انت اوكي؟ الكلام اللي بعمله ده مهم جدا. مش حد يقدر يفهم الكود بتاعك الا لو انت مظبط الشكل. بيبقى صعب. دي يمكن اكبر مثال في الكتاب اللي هو 235 236 لو تفتح كده تبص هتلاقي مثال عملاق شويه. كن حريص انك النهارده تفهم اكتر ما تكتب. خلص بقى تبتدي ده. خلصنا.
اسمه السرب الآن. نعم؟ اسمه السرب الآن. هو يمكن لينك الأكبر مثال في الكتاب بس مفيش حاجة يعني. عمال يلف ويدور يعني على نفس المبدأ. مش عارف مين دي. في لازمة بس يعني إيه؟ برضه عشان أنت تبقى صفحة الكتاب يبقى بالنسبة لك مفيش حاجة. بس هو الكتاب حلو يعني بعد لما بشرح لك يفترض إن الكتاب مرجع للبي ال كويس. أعتقد يعني. طيب يلا نفس الفكره اكتب اوفرلودنج تعال نشوف او عامل باكج هنا اسمها امبلوجين. الباكج دي فيها تو بروسيدجرز ليهم نفس الايه ليهم نفس الاسم. لو انا جبت لك كده عشان على نفس الصف هنا في كام بارامتر بص كده ادي 1 2 3. طب وهنا 1 2 3 4 واحد في 3 واحد في 4 يبقى شغال مفيش مشكله رغم ان هو ايه؟ نفس الاسم ده اسمه ايه؟ اوفر لودنج. حلو نفس الفكره في الريموف ايه ده؟ ده الاثنين نفس العدد بس اختلف الايه؟ الطيب. طب والتشينج دول نفس العدد بس اختلف الطيب. وهنا مفيش بارامتر خالص وهنا ليه بارامتر واحد. يبقى من كل واحد فيه كام؟ كل واحد فيه منه كام؟ 2. يبقى في 2 بيسودوا الامبلوي 2 بيلغوا الامبلوي 2 بيغيروا في شويه حاجات يعملوا ابديت وفي 2 بيعرضوا. هنشوف في واحد بيعرض لكل الادارات واحد بيعرض الاداره بعينها هنشوف عامل ازاي. طب حلو تعالى بقى دول الثمانيه اللي قدامي. لو انا جيت هنا اكيد علشان برضه موضوع الاد وموضوع الريموف هيحتاج ان هو يعمل تشيك فهيعمل ايه؟ فانكشن اللي هو بيسيرش بيها دي زي المره اللي فاتت ويخليها ايه نوع يعني ايه طبيعتها بابليك ولا برايفت؟ برايفت. لو تلاحظ هنا ما اعرفش ايه؟ ما اعرفش سجل زي المره اللي فاتت. في سجل قدامك؟ ما فيش. طيب تعالى نشوف ازاي هيجي يعمل اد. تعالى نشوف ازاي هيجي يعمل اد. طيب دي جمله الانسرتاية بقول له دخل لي في جدول الامبلويز الام نمبر والاي نيم والسال. طب منين؟ منين ايه يا عم؟ اذا كان انت عم تديني كام بارامتر؟ 1 2 3. فاخد البارامترز دي من عندك احطها في الفاليوز واخد الفاليوز دي احطها في مين؟ في الجدول. يبقى انا دخلت ايه؟ سجل بتاعت البيانات. الكلام ده يشتغل امتى؟ لو انا حاولت ان انا اعمل سيرش في الجدول وما لقيتش الموظف اللي رقمه كذا. يعني هو بيقول لك ايه؟ انسيرت الموظف رقمه 7499. طب ما هو ما ينفعش علشان ما يحصلش اي مشاكل اول روح سيرش عليه. لو لقيته خلاص ما تعملش حاجه. ما لقيتوش روح اعمل له انسيرت. فهو هيروح يسيرش. لا ترو لا فولس. لو هو فولس فولس وفولس دي ما اقول لك نفي نفي ايه؟ اثبات. طيب لو فولس وفولس يبقى ترو.
يعني انت ممكن تعكسها يعني برضه. انا يعني المنطق ايه يعني ساعات يعني في الاول بيبقى صعب، فممكن مثلا تقول له إلس هنا واخد الكود كله، اقول له لو لقيته لو سمحت ايه مثلا، او انا هعملها بشكل اسلس شويه من وجهه نظري يعني، لو لقيت اعمل كذا اعمله بالمنطق اللي ايه شايفه بالنسبه لك مريح. هنا بقول له ايه، حد يقول لي لو لقيت روح دور على الموظف ده، لا اما هتلاقيه لا اما مش هتلاقيه. والله لو لقيته تعمل ايه؟ تقول والله ما اقدرش ايه، ما اقدرش اعمل انسيرشن عشان الراجل ده موجود. طب لو ما لقيتوش روح اعمل الايه الانسيرشن. خلاص سهله دي. بتعمل ايه بقى بالمره السيرشن دي؟ نفس الفكره، بتاخد منك رقم الايه الموظف عشان تدور عليه، بترجع بوليان لا هتلاقيه لا مش هتلاقيه. طيب فبقول له تعالى نجرب نعمل سيرش ونشوف هيعمل ايه. فبقول له هات لي رقم الموظف الفلاني، يعني يقول لك دور لي في، يعني لو انت هتعملها صح انا يعني بعملها بالعكس، يعني هات لي من جدول الموظفين الموظف اللي رقمه رقم المبعوث، ولو لقيته حطه في فيريبل. لو دي اشتغلت صح معنى كده ان الموظف ده موجود، فيرجع لك ترو. لو ضربت لو حصل اكسبشن معنى كده ان الموظف ده مش موجود، فخليه يرجع ايه؟ اخليه يرجع فورس، معنى كده ان هو مش موجود. خلاص؟ انا اتمنى هو مش موجود عشان السودو بيسيتر يشتغل صح. خلاص؟ نفس الموضوع لو كان اربعه بارامتر، ساعتها بدل ما كنت هدخل دول بس، هدخل معاهم حاجه رابعه اللي هي الايه؟ السالري. اوكي؟ لما تيجي بقى تشيل هتعمل ايه؟ هتقول له الغي لي من جدول الموظفين الموظف الرقم كذا. هتعملها برضه تقول له ايه؟ الاول روح دور على الموظف ده، والله لو لقيته الغيه واخرج. خلاص انا كده خلصت. طيب معنى ان انت كملت وجيت هنا ايه بقى؟ ان انت ايه؟ ما لقيتوش. يعني الفاجئه هتشتغل امتى؟ الكود ده هيشتغل امتى؟ لو السيرش اشتغلت، لو دي بترو، لو لقاه خلاص. وساعتها احنا قلنا الريتيرن في الاستوديو بروسيجر بتخليه يعمل ايه؟ يخرج. معنى انه يكمل بعد الاف ان هو ما لقاهوش. ادام ما لقاهوش اصلا ازاي هو ما لقاهوش بالغيب؟ يجي يقول لك ايه؟ والله اصلا الراجل ده مش موجود. خلي بالك انا كنت ممكن اعملها زي اللي فوق، بس هو بيحاول يوريك طرق مختلفه. لو انت عايز مثلا تتشينج تغير، تغير ايه؟ شوف قضيت اي حاجه بقى في الدنيا، ابديت الموظف خلي لي الكوميشن بيساوي الكوميشن الجديد، يبقى لازم كان يبعت لي مين؟ رقم الموظف عشان اعرف رقم الموظف اللي انت هتغير له الكوميشن، اي وير ان الموظف بتساوي رقم الموظف المبعوث. يبقى هو هيديك حاجتين، الكي برايمر كي اللي بتدور عليه، والفاليو الجديده اللي انت عايز تغيرها للكوميشن القديم، يعني الكوميشن القديم وبعت لك كوميشن جديد. هتغير امتى؟ لو انت اصلا لقيت الموظف اللي هو بيدور عليه ده، فبقول له والله لو السيرش جاب ترو ابديت، ما جابش ترو تقول له ايه؟ برضه مش موجود. طب انا خلاص وغيرت وعملت ابديت وعملت ليف وعملت كل حاجه، في الاخر عايز اعمل ايه بقى؟ عايز اعرض الموظفين الموجودين في الداتا بيز. قلت له بقى بص هعمل كيرسر مبنيه على السيلكت ايه؟ قلت له ايه؟ هات لي كل الموظفين اللي موجودين في جدول الامبلويز، رتبهم حسب الادارات. ماشي، هات ايه؟ هات النمبر وهات النيم وهات السالري ورقم الاداره. عظيم. هعمل فور عشان كل مره الكيرسر تحط نفسها في سجل، السجل ده متعرف ايه اوتوماتيك، سماه ام اندرسكور ار. ماشي. كل مره الداتا بتاعت السجل هتتحط في الريكورد ده. فقلت له جوه بقى اللوبه في الاتريشن نفسها قلت له خد بقى من السجل الرقم والسالري والنيم و فيقعد يطبع لك ايه؟ موظف 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 تحت بعضيهم. طبعا انت ممكن تيجي بعد الاربعه دول وتحط شرط يعني عشان تعرف تفرقهم يعني. الكلام ده هيطبع ليه؟ لكل الادارات مش اداره واحده. لو انت عايز تطبع الاداره واحده هي ما تفرقش. كل الموضوع ان انت هتبعت الكرسر ايه؟
بارامتر عشان السلكتايا تاخد الايه البارامتر ده. ولما تيجي في الفور هتبعت للكيرسر البارامتر المبعوت. هدي شويه في حاجه اهو. دي بتعمل ايه دي؟ الفرق بين دي ودي؟ الكيرسر هنا بارامترايز، واخده بارامتر، يعني السلكتايه بارامترايز ليها بارامتر. حلو. فهنا قلت له بص انا عندي فور اهو، الفور دي تعمل ايه؟ شغلها لي على الكيرسر بحيث انه ياخد البارامتر. اني بقى بارامتر؟ البارامتر المبعوت. خلاص؟ اللي هو مبعوت هنا. خلاص يعني انت وانت بتقول له شو، بتقول له شو للاداره دي. فالرقم ده هيتحط هنا. خلاص؟ الرقم ده هيتبعت لمين؟ يتبعت هنا. يأثر على ايه؟ يأثر على ايه؟ على السلكتاية. السلكتاية تيجي في مين؟ تيجي في السجل. السجل يطبع مين؟ النمبر والنيم والسلام. شوف ماشية ازاي؟ شوف المثال كبر قوي ازاي؟ بس مفيش جديد خالص خالص. اوكي؟ سيبكوا 10 دقايق تحاولوا تختاروا الايام المثال الاولاني، لو المثال الثاني تعمل يلا سريعا. شرحت الاثنين عشان انت تتصفح الكتاب يعني، يبقى انت برضه ايه عندك خلفيه.
I
بس هدي كده نوت بسيطة بعدين هسيبه بقى نص ساعة دي تخلصوا القدر المستطاع خلصنا الساعة اللي فاتت. طيب نوت بس كده بسيطة عشان بس نقفل الجزئية كده. ماشي. لاحظ معايا حاجة غريبة. احنا دايما الباكج بنعملها ازاي؟ بنعمل باكج بعد كده بنعمل حاجة اسمها باكج بودي صح؟ وقلنا ما ينفعش ان انت تعمل باكج بودي ملهاش ايه؟ ملهاش باكج. لازم تعرف الباكج الاول. لكن الحقيقه ان انت ممكن تعمل العكس. يعني ممكن اعرف باكج وما يكونش ليها باكج بودي. بس انا لو عرفت باكج فانكشن او سود بروسيدير لازم اعرف تفاصيلها بودي. يبقى ايه لازمتها؟ يبقى معنى كده ان انت مش هتحط لا فانكشن ولا هتحط سود بروسيدير. اه بس ممكن تحط ايه؟ متغيرات. فلو انت عندك مجموعه متغيرات ليهم معنى ليه علاقه ببعض ممكن تحطهم في مكان واحد فولدر واحد باكج واحد زي ما هو هنا عنده. عامل حاجه اسمها ايه؟ كونستنس. ممكن تحط بقى الحاجات كلها اللي انت عايزها. هو حط بقى المتر مع السنتيمتر مع الكيلومتر حطها كوحدات كلها مع بعض. الكلام ده شغال زي الفل. يعني انت ممكن تشتغل بعدين تيجي تقول له ايه مثلا في اي لحظه تقول له الكونستنس عشان تنادي تقول له كونستنس دوت ايه؟ كيلومتر بس. لكن مفيش لا فانكشن ولا في ايه؟ سود بريسيدير. يبقى انت ينفع تعمل حاجه اللي اسمها بيسموها البودلس دي. بودي لس. امتى بتعملها بودي لس؟ ملهاش بودي. لو كنت عايز تعمل باكج كلها عباره عن ايه؟ ثوابت. ساعتها يبقى ان كيس انت حصلت لك الحاله دي فممكن تعمل بودي لس. دي نقطه. النقطه الثانيه ودي غريبه الناس اللي ليها خلفيه في السي بلس بلس عارفاها. ادي عامل بروسيدير. البروسيدير ده اللي هو كان بيزود في الام اللي هو بيزود موظف شفناه من شويه ومعتمد على ايه؟ معتمد على فانكشن. الفانكشن دي برايفت. يعني هو لما جه عرف الباكج عرف بس ليها ايه؟ بروسيدير اسمه ادم وما اعرفش الفانكشن ده ايه. الفانكشن برايفت اللي هيستخدمها مين؟ الاستود بروسيدير. مفيش حاجه جديده. الجديد هنا حاجه بسيطه قوي ان الفانكشن دايما كنا بنحطها فين؟ قبل الايه؟ الاستود بروسيدير كانت بتشتغل. دلوقتي لما عكست وهتيجي تران وتكومبايل يرفض خلاص. ليه؟ بيقول لك لما تيجي تنادي على حاجة لازم تكون الحاجة دي بتعرفها قبل ايه؟ خلاص؟ طب فرضا حبكت معاك ان انت تحط الفانكشن تحت الاستوديو بروسيدر وعايزها برضه ايه؟ تشتغل، تعمل ايه؟ خلاص؟ خلاص دي يعني حاجة كده ايه؟ اقول لك ملحوظة كده جانبية. تاخد البصمة بتاعة الفانكشن، مش الفانكشن كلها، البصمة بس بتاعتها. هي دي. كوبي وتحطها قبل ايه؟ قبل الاستود بريسيدير. يعني الفانكشن كده كده موجودة فين؟ تحت. بس أنا خدت بصمتها وحطيتها فوق فهو يعرف يفهم اه ده في فانكشن بعد كده تحتية فيها كذا فيرجع يتشك يبص فعلا في اه في خلاص تعدي. ده بنسميه فورورد عشان في الكتاب لما تلاقي الكلام ده فورورد تلاقوا امتى؟ لو اصريت ان سيد بروسيدير ينادي على فانكشن برايفت واحطها تحتيه فلازم اخد تعريفها احطه فوق السيد بروسيدير. دي ملحوظه الثانيه اتفضل. لو حط كلها على بعضيها. طب نفترض عايز احطها تحت يبقى اخد ايه؟ البصمة بتاعتها وحطها فوق. اوكي. الملحوظة بقى الأخيرة. ملحوظة برضو يعرفها الناس المبرمجين. دايما سبحان الله بيكرسوكم دايما كلاسز وأوبجيكتس وحاجات كده. طيب. أحيانا
سين انا عندي نفس الكلاس العجيب بتاع انا بتاع الهيومن، وهعمل منه علي ومحمد وابراهيم وزكي وشويه حاجات. سي ان انا المليون اوبجكت الجايين اللي هعرفهم سعوديين، يعني انت ممكن تعرف هيومن سعودي، مصري، هندي، سوري، صح، لبناني، اي حاجه. فسي ان انا المليون اوبجكت اللي انا هعرفهم الجاي كلهم سعوديين. كل مره بعد لما اتعرف، يعني انت عرفت الكلاس هتعرف اوبجكت اسمه علي مثلا، بعدين تبتدي تديله تقول مثلا علي دوت ناشوناليتي تساوي سعودي، بعدين ابراهيم دوت ناشوناليتي يبقى سعودي، وهكذا، صح؟ كم مره؟ مليون مره. قال لك في عندنا حاجه ظريفه، في عندنا حاجه اسمها الكونستراكتور. ايه الكونستراكتور ده؟ يعني لما تيجي تعمل تاخد اوبجكت، تعمل اوبجكت من شكل الكلاس، لما تيجي تعمل علي من الهيومنز تقول له والله بص لو سمحت الخاصيه اللي اسمها كذا الديفولت بتاعه خليه كذا مثلا، او ده احدى الحاجات احدى استخداماتها، او ان في لحظه انشاء الاوبجكت من الكلاس تقول لي روح اعمل كذا. يعني الكونستراكتور ده بستخدمه في حاجه من اثنين، هو بيشتغل امتى؟ في لحظه انشاء الاوبجكت، ففي لحظه انشاء الاوبجكت ممكن تقول له روح اعمل كذا، او تستخدمه في ان انت تدي ديفولت فاليوز لبعض الاتريبيوتس. زي المثال اللي انا قلته لحضرتك، سي ان انا عايز اعمل نفس الحركه، ادي عامل ستودر بروسيدير، ادي الباكج بتاعتي معرف فيها ايه بروسيدير، واحد واثنين، واحد بيشو وواحد بيسد، كل ده ما يهمنيش وما يهمنيش تفاصيل. كل اللي يهمني لو انا جيت في البروسيدير اللي اسمه سد ده، تعالى نشوف ايه الجديد فيه. ادي السد وادي البارامترز وادي الايز، مش معرف حاجه، فعامل ايه؟ بيجن وعامل ايه؟ طبيعي وعامل انت اهو، ده اللي سد البروسيدير. حلو؟ طيب بعد كده تلاقي حاجه عجيبه قوي. ايه دي؟ ليها انت؟ لا. الاي دي بتاعت مين؟ اطلع كده فوق، بتاعت مين؟ يعني اند ديبورت بتلاقيه فين؟ ليه ده؟ فالباكج بقول كريت اور ريبليس باكج اسمها كذا، وكريت اور ريبليس باكج اسمها كذا، ووديتها اند. حلو؟ يعني دي مش بتاعه البروسيدر اللي قبليها، دي خلاص اتقفلت. امال دي تبع مين؟ دي تبع الباكج كلها. بس دي في حاجه استثنائيه جدا. ايه؟ ان انت بعد ما عرفت كل التعريفات اللي انت عايزها عايز تحط الكونستراكتور، فقلت بيجين ورحت مديت الديفولتات اللي انت عايزها، ودي الحاجه الوحيده اللي مالهاش ايه؟ ولازم تتحط فين؟ خلاص؟ اقولها تاني. انا عندي باكج عرف فيها شويه ستاد بروسيدرز، شويه فانكشنز، شويه حاجات، بس نفس الباكج فيها شويه فيريبلز انا معرفها سواء كان برايفت او بابليك، جايب لي حوال الفانكشنز والبروسيدرز شايفينهم، عايز اديهم ديفولت فاليوز. عندك حل من الاثنين، لان لو انت بتنشئهم ممكن اكتب اكس نمبر بيساوي 4، ده حل. او ان انت في الكونستراكتور تروح مديله ايه؟ ديفولت فاليو. خلاص؟ ده اسمه ايه يا جماعه الكونستراكتور؟ الاوراكل بيسميه اسمه غريب شويه، بيسميه الوان تايم. بيسميه الوان تايم. الوان تايم اللي هو ايه؟ اول مره يعني. خلاص؟ لكن ده ايه؟ ده بيعبر عن ايه يا جماعه الكونستراكتور؟ خلي بالك خلي بالك خلي بالك ان البيجين دي ملهاش ايه؟ ملهاش ايه؟ لازم تحطها بعد البروسيجر. تاني كده؟ لازم تحطها بعد البروسيجر. لا انا قصدي ما تحطهاش واحده منهم، ما تحطهاش هنا ولا وسط دي ولا وسط دي. اتاكد بما ان دي بيجين اند ودي، اعرف ان ده كنت عايز اقول لك ان ده براه. خلاص؟ اهم حاجه تحطها بره. اعتقد ان هي ناس تتحط تحت. اعتقد بس انا اهم حاجه تكون بره دول. جرب كده تاخد دي تحطها فين؟ تحطها فوق، اعتقد انها ما تشتغلش بس جرب. في سؤال؟ لا كونستراكتور ضمن يسوي لها حاجه اسمها دي كونستراكتور يعني نفس الطريقه. لا ده لوجيك كونستراكتور. دي كونستراكتور ايه وظيفتها؟ بعمله بعمل بيه ايه؟ لا بعمل بيه ايه؟ دي كونستراكتور بعمل بيه ايه؟ ايه فايدته؟
ايوه يا سلام عليك. اقفل ايه كونستراكت؟ لا يعمل حاجه اسمها الكلين اب. كلين اب للذاكره، يعمل كلين اب للذاكره اللي هو نفس الفكره بتاعت الجاربج. ايه الجاربج؟ كولكتور. خلاص انت فاتح كونكشن مع الداتابيز، انت بقى المره دي مش فاتح كونكشن، انت اوريدي فين في الداتابيز، فهو اللي شغال معاك. مفيش هنا حاجه اسمها كونستراكت ودي كونستراكتور، مش هنا دي كونستراكتور، لكن هو بيحاول، هو عايز يقول لك ان انا ايه الداتابيز بتاعتي او او بي، عايز يقول لك طبعا الداتابيز بتاعته مش او او بي، بس هو عايز يقول لك ان انا او او بي. هل في داتابيز في السوق فعلا او او بي؟ يعني اوبجكتس كده وبتاع بعمل معاه فيه. دور كده على النت على حاجه اسمها اوكسجين O2 O2 طبعا انا اول الكورس خالص قلت لكم ان الكلام ده قديم شويه، يعني انتوا بتاخدوا ده قديم شويه. الداتابيزز دلوقتي معظمها ان ميموري، يعني في الذاكره، فانت ممكن تتعامل مع الداتا. دايما في الدي بي ام اس يقول لك ايه الداتا حاجه اسمها ريزيستنت، يعني قفلت الفيشه هتلاقيها، لكن ممكن دلوقتي في كثير قوي قواعد بيانات فتبقى ايه ميموري، تقفل الفيشه خلاص الذاكره واحد. وفي احيانا انظمه بتفتح لك الاثنين، تبقى ميموري او ريد ريزيستنت، حاجه زي المونجو دي بي مثلا. طبعا زمان قبل الكلام اللي انتم عارفينه بقى، الناس درست كمبيوتر ساينس قبل الداتا بيزز، كانت الناس تحتفظ بالبيانات في ايه؟ في ملفات نصيه والمبرمج اللي كان. بعدين ده التطور الجبار بقى طبعا. اكيد الرجوع انك تحتفظ تاني ملفات نصيه، لما تلاقي واحد بيعمل كده تقول عليه ايه؟ قديم قوي؟ لا دي جديده قوي زياده على اللزوم. خلاص بقى الجديد بقى انك ترجع تاني تحتفظ بالبيانات في ملف، طبعا مش الملفات التكست فايل بس، ما بقاش في حاجه اسمها ايه؟ ريليشنال داتا بيز بالمعنى المفهوم الواضح ده. لا يعني جوجل مثلا البيانات الجباره اللي بتخليك تسيرش في لحظه، لا تخيلش ان هي جداول ومتربط ما بينهم، الكلام ده طبعا انسان مستحيل. اللي عنده وقت يدور في حاجه اسمها الهدوب، اتش اي دي او او بي، هدوب، عشان يعرف ان الدنيا يعني كل حاجه قديمه. عارف انت كان زمان يقول لك الموضه القديمه بترجع، الموضه اللبس القديم بيرجع، نفس الموضوع ممكن تكون حاجه قديمه وتلاقيها ترجع. الايه؟ اوبن فايل ولا دايركت؟ هو مش حاجه اوبن فايل، هي هتعمل حاجه اسمها برر البروسيسنج، ان انت الداتا بتاعتك متوزعه على الاف النودز، على الاف الاجهزه، الداتا بيس نفسها متوزعه على الاف الاجهزه، وممكن كل نود ليها اتليست تو نودز ثانيه بتعمل ريبليكيشن ليها بالران تايم. وعلشان تعمل كده ما ينفعش الشغل بالريليشنال، واصلا الداتا الكتير اللي حجمها ضخم قوي مش ستراكشر، مش ريليشنال بطبيعتها، مش ريليشنال، تتعامل مع نصوص، نصوص تبقى مش ريليشنال خالص، طب هتتعامل معها ازاي؟ طب هتسيرش ازاي؟ طب هتبقى سريع ازاي؟ فبص كده على هدوب واعرفوا الدنيا ماشيه ازاي. طبعا ده لا يلغي ده، كل حاجه ليها الدومين، ليها الدومين بتاعها، انت كنت تتعامل مع بيانات موظفين، ده منطقي، تتعامل مع اي ار بي، ده منطقي، تتعامل مع تكست، لا مش منطقي. ماشي؟ خلاص انا كده خلصت. على كده ساعة حاول احنا خلصنا لغاية صفحة 241. لو تلاحظ ده مفيش جديد، بس هو المثال يعني عندنا هيبقى فيه مثال كمان او مثالين كمان في الباكج قبل ما ندخل في التريجر اللي فيزيكال. اي اسئله لما اقفل؟ اي اسئله؟ يا دوب تلت ساعه حاول تخلص، يعني على الاقل تعمل المثال الكبير، وحاول تعمل الثلاثه نص اللي انا شرحتهم.
الفورتر كان سريع يعني انظمه الكهرباء كامله شكلها كامله قايمه على الفورتر فالفورتر مش وحش بس هو ستراكشر لانجوج مش او بي مش معتمد على اوبشنز بالظبط ما فيش مع الموضه الجديده لكن الليكس سيستمز موجوده وقائمه وشغاله وبتوع الحاجات دي على فكره اسعاره في السوق بتبقى حلوه ليه؟ لان العدد المبرمجين دلوقتي اللي عارف الكلام ده محدود قليله فهو اللي بيتعلم الكلام ده بيعتمد ان هو بيعمل مينتننس يمينتين ازاي مثلا الخليج كله بيحب الاوراجل وشغل مثلا بالفور مثلا بتاع الناس بقى بتقلب برضه اوراجل بس حاجه اسمها ايديا هتلاقي مع الوقت كله بقى ايديا مفيش حد عارف اوراجل فورمز اللي ناس قليله وفي لسه هتلاقي اسيستنس موجوده بالفور فتلاقي اللي عارف الفور فلوسه برضه كتير فالقديم بيكسب والجديد بيكسب لا ما عادش قال كده يعني خلي بالك مثال لطيف يعني في الستينات في الولايات المتحده الاو بي انتشر بيك كلاس